بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده هنحل مع بعض جزئية السكيلز مع امتحان الوحدة الحادية عشر. كده خلصنا الوحدة الحداشر، بقينا الوحدة الاتناشر نهجم عليها بكرة هجمة، وبكده يبقى خلصنا الكتاب كله بفضل الله رب العالمين. أول سؤال بيقول لك if you are writing an opinion essay، لما تيجي تكتب مقال رأي يا ابن الناس، you divide the opinions into two groups، بتقسم الآراء إلى قسمين. القسم الأولاني، القسمين دول اسمهم إيه؟ up and down، أعلى وأسفل، to and fro للأمام والخلف، for and against مع أو ضد، prefix و suffix هو المقطع البادئة والمقطع اللي في خاتمة الكلام أو آخر الكلمة. فأكيد بتقسم الكلام ده مميزات وعيوب. Which of the following sentences tells us the writer is for the topic؟ إيه من دول بيقول لك إن الكاتب مع الفكرة، مؤيد للفكرة؟ تعال نشوف. Learning a minority language slows، بيبطأ التقدم. لا، يبقى كده عيب فيها. Learning is too many languages، learning too many languages، تعلم لغات كثيرة ده شيء مربك، يبقى كده عيب برضه. When a language dies، لما تموت اللغة، so does the link، بيموت الاتصال بين الناس، ده معناها ان هو شايف ان اللغة دي مهمة. تعلم لغات اجنبي اخرى بياخد وقت من الحاجات المهمة، برضو غلط، لانك كده بتقولي بتضيع وقتك. يبقى الاجابة الصح رقم C، بيقول لك لما اللغة بتموت الاواصل الاتصال بين الناس بتموت هي كمان. الجملة اللي بعد كده، كلمة ايه بتعبر عن السبب، ودي حتة غريبة شوية. كلمة through دي معناها من خلال، لما تقول through learning من خلال التعلم، يعني بسبب التعلم، يبقى دي بتفيد الريزن. When you write not essay، لما تكتب انه مقال، اذكر المزايا والعيوب، ده اكيد opinion essay لانك هتقول مزايا وعيوب. When which of the following sentences بتخبرك عن ان الكاتب ضد الرأي. Language helps you value your heritage، اللغة بتساعدك على انك تقدر التراث. لا، دي غلط، دي كده بتعبر عن ميزة. طيب it helps preserve the culture، بتحافظ على بتحاول تحافظ على الثقافة، دي برضو كده ميزة. Studying languages improves thinking، بيحسن التفكير، برضو كده ميزة مش عيب. Learning another language takes time away، تعلم لغات الأخرى بيضيع وقتك، بيهدر وقت الأشياء الأخرى المفيدة والثمينة، يبقى كده رقم دي هي اللي غلط. بعد كده بيقول لك you use، بتستخدم إيه؟ to give the meaning because of. because of يعني إيه يا عم؟ يعني بسبب. مين في دول؟ معناها بسبب أكيد، thanks to معناها بسبب، لكن so أخت consequently، أخت therefore، أخت كمان in turn، الأربع كلمات دول بيفيدوا الريزلت. however معناها برغم، بتعبر عن however برغم أو ولكن، يبقى التناقض contrast. وعلى فكرة ممكن نقول contradiction، ممكن نقول كمان comparison، الثلاث كلمات دول بيدوا نفس المدلول. طيب ادخل على بعد كده بقى الامتحان. someone بقول لك الشخص who is not speaks three languages، بتكلم ثلاث لغات، ما دام ثلاثة يبقى three، فين three add three، ومال الباي بتكلم لغتين، والمونو بتكلم واحدة، طب اللينجويست اللي هو عالم اللغة. في رقم اتنين بيقول لك something which is dominant، الشيء اللي بيكون dominant مسيطر، معنى كده ان هو controlling وimportant وsignificant وnoticeable. intolerant يعني غير متسامح، tolerable يعني قابل للتسامح، يعني insignificant يعني غير ضروري او غير مهم. بعد كده رقم تلاتة بيقول لك a multicultural country، الدولة متعددة الثقافات، بتضم الناس with different اللي عندهم ايه مختلفة، اكيد معتقدات مختلفة. وعلى فكرة كان ممكن نقول cultures، دي انجازات، واكاديميكس او اكاديميز الاكاديميات يعني، وده الارهابيات الارهابيون. the man's not was being kept secret، الايه بتاعت الراجل ده كانت سر، while he was helping police لانه كان بيساعد الشرطة، فاكيد هويته اللي هي الهوية اللي اسمها identity، هوية identical متطابق، identify يتعرف على ده فعل، identification اللي هي البطاقة اللي هي ID يعني. to raise children انك تربي الاطفال، معناها to bring them up، bring up يربي. Mandarin is one of the most spoken يعني متحدث بها، اللي هي رقم ايه، speak يتحدث، وspeaker متحدث، وspeaking معناها متحدث برضو. لما نقول مثلا مثلا English speaking country، خد بالك من الإيديوم ده، English speaking country معناها دولة متحدثة بالإنجليزية. it was like walking in the water and I almost lost my knot، كأني كنت ماشي في مية وفقدت كل بالانس توازني. طبعا بالانس الأورانية معناها قصر، وبليس مكان، وفيز اللي هي المرحلة. something which is not is obvious، الشيء الأوبفيوس واضح يعني clear cut، واضح برضو. it was not serious، وأكسيدنت صفة واسم يبقى such a. can you name the actress، ممكن تقول اسم الممثلة، plays كليوباترا، تمثل دور كليوباترا، تمثل دور يعني فعل، يبقى أنت عايز هو. لكن كان ممكن نقول whose plays are famous، التي مسرحياتها مشهورة. This is all، مدام في قول يبقى عايز ذات يا باشا على طول. شيكابالا not known as، الشيكابالا المعروف يعني، المفروض تقول لي هو از نون، فين هو از، مفيش هو از، يبقى خلاص نو ورد. يا اما انك تقول هو تجيب لي بعدها از، الذي يعرف.
English is not الإنجليزي يتحدث به واسع الانتشار يبقى widely spoken اللي هي دي أو دي. في اسم بعدها لا ما فيش اسم يبقى رقم دي. Friday is the day هو اليوم. I meet my friends on أقابل أصدقائي فيه يبقى أنت عايز بس كلمة الذي تاخد which أو تاخد when بس تحذف which on. The child not in the garden is my son الطفل الذي يلعب يبقى أنت هتقولي هو plays موجود هو plays لا مش موجود شيل هو وشيل plays حط مكانها playing يبقى أنت عايز the child playing في playing ما فيش playing يبقى no word. والجملة أصبحت الطفل الذي يلعب يا child who is playing أو who plays أو من غير حاجة خالص تقول the child playing أو the child in the garden. طيب these are يعني إيه بعد الجملة أصبحت إيه معلش the child in the garden يعني الطفل الذي في الحديقة. These are the employees دول الموظفين we can rely to rely يعني يعتمد وعايز on يبقى أنت عايز on which على طول أو on whom دي أو دي هتفكر فيها. الموظفين دول ناس عاقلين زي الفل يبقى on whom تاخد on which لو غير عاقل. Whose car is the red one عربية من الحمراء دي ملكه من هذه السيارة الحمراء. كلمة whose ديت ضمير وصل ولا question word أداة استفهام ولا question mark علامة استفهام ولا adverb of degree ظرف درجة لا هي كلمة استفهام زي كلمة what to where وكده لأنك بتقول ملكه من. سؤال he runs the transatlantic shipping line. Transatlantic shipping line معناها ان هو بيقود او بيدير يعني السفينه اللي بتعدي من Transatlantic يعني المحيط الاطلنطي يعني من Atlantic يعني معنى كده بتعبر المحيط الاطلنطي يبقى دي كده معناها خلال او عبر. تعال نشوف كده with before after يبقى across بتعبر فعلا. What would you say to ask احمد to lend you تقول ايه لاحمد عشان تخليه يسلفك الموبايل. هتقول له سلفني الموبايل يا احمد في هنا كوما مش موجوده. lend me your mobile كوما احمد دي مظبوطه. lend me your mobile والعلامه دي غلط وهنا برضو غلط يبقى رقم بي اللي صح بتقول له يا احمد يبقى في كوما. طيب بقول لك يا سيدي في القطعه السريعه ديت بقول لك long ago من زمان people often used a sun dial الناس كانوا بيستخدموا الساعه الرمليه يعني اسمها sun dial او shadow clock to give them some ideas عشان تديهم افكار of the time of the day عشان تديهم معلومات عن وقت اليوم. they could tell 10 o'clock in the morning from 3 o'clock in the afternoon كانوا بيعرفوا الساعة 3 من الساعة 10 كانوا شاطرين يعني. at night بالليل ولا بالنهار الدنيا هتكون فيها سحب ولا لا. the sun didn't cast a shadow برغم ان الشمس ما كانتش بتعمل ظل عليهم يعني. at those times people could not use sun dial في التوقيت ده في اليوم اللي كان الناس اللي كان الشمس ما تطلعش ما كانوش بيعرفوا يعملوا sun dial يعني من الاخر كان يفهم ان هم كانوا بيعرفوا يحددوا الساعات من خلال الشمس. around 1600 يعني 1600 قبل الميلاد the Egyptian created a water clock المصريين صنعوا الساعة المائية او بسموها يعني كليبسيدرا. this was a much more exact way of measuring time دي كانت حاجة كده اكثر دقة لقياس الوقت. الساعة الرملية دي او الساعة المائية was a large pool كانت عبارة عن علبة كبيرة that often had carvings فيها نحوت او رسومات on the outside من الجانب الخارجي. there were holes in the bottom of the pool كان في حفر او ثقوب في قمة او في قاع هذا الاناء. water dripped through them steadily المية بتنزل منها بشكل مستمر. inside the pool جوه الاناء ده there were markings every inch or so يعني كان في عبارة عن بول علبة كده وفيها ثقوب معمولة هنا ثقوب كده. المية دي لما توصل هنا يبقى الساعة 3 هنا بقت 4 هنا بقت 5 كده يعني انا فهمته لحد دلوقتي. these marks were spaced to measure a certain length of time السبيسز دي بتقيس وقت معين من الزمان. as the water dripped from the pool the water level dropped كل ما المية تنزل كل ما معدل المية بيقل من المستوى اللي بينقط. the amount of water still in the pool showed the time of the day كمية المية الباقية في العلبة بتبين لك بقية اليوم باقي كم ساعة. many kinds of water clocks were later used by the Greeks بقول لك ان انواع مختلفة من الساعات استخدمت بعد كده بواسطة الرومانيين واليونانيين والرومانيين والعرب and Chinese والصينيين. if you visit an Egyptian exhibition at your local museum لو انت رحت تزور اي متحف مصري او اي معرض مصري you might get a chance to see a real water clock ممكن تشوف ساعة رملية حقيقية. some of them date back to the time of Ramses بعضهم بيعود ايام رمسيس. the great and important Egyptian pharaoh الفرعون المصري القديم. in fact في الحقيقة واحد من الكنوز بتاعت رمسيس was the wonderful water clock كانت الساعة الرملية المشهورة. it's made of a lap
ألابستر. ألابستر. ألابستر دي أنا شخصيا مش عارف معناها، ولكن هنخمن هي مصنوعة من ألابستر، يعني دي اسم مادة. أسموز وايت ستون يعني عبارة عن حجر ناعم وأبيض. ذا أنشنت ماركينجز كان ستيل بي سين، الحوتات لسه موجودة داخل الساعة. There are faded paintings on the outside of the pool، لكن من بره كده في رسومات بدأت فيد يعني يحتضر أو يذبل أو يختفي. Despite all of our modern clocks، برغم كل الساعات الحديثة، the Egyptian water clock thousands of years old drips on to let visitors know the time of the day، برغم إن الساعات ديت الرهية الرملية والمائية دي قديمة جدا، إلا إنها لسه لحد النهاردة موجودة في المتحف، ولما تبص عليها تعرف الساعة كام. The most important thing in this story is، أكتر حاجة مهمة في القصة دي كلها، المعرض الصيني ولا الرومان انفنشن الاختراع الروماني، ولا الاغاني اليونانيه، ولا ايجيبشن انفنشن اختراع مصري اللي هو الساعه الرمليه والساعه المائيه. اجليساندرا ديت عباره عن ساندايل ولا مودرن ووتش، مودرن لا اوتر كلوك، ولا هاندي كلوك بره هاندي برضو. تعال بص كده الراجل قال لك هنا في اول القطعه، قال لك ايه؟ قال لك فين اجليساندرا دي؟ ايه في الحته دي الراجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك كريت اوتر كلوك اور كذا، يعني هي معناها انها ووتر كلوك. فبنزل كده يا باشا على الكلمه اللي احنا مش عارفينها دي، يبقى كده معناها ووتر كلوك. طيب ذا ووتر كلوك ووز فيرست يوزد، اول مره اول من استخدمها الايجيبشنز يا باشا، عيب عليك. الفيرو الفرعون هو سفينه كبيره، ولا الابستر بول حجر او يعني اناء مصنوع من الحجر الابيض ده، ولا الحاكم بتاع البلد، اكيد الفرعون يعني حاكم البلد. Why did people use، ليه الناس استخدموا الساندايل؟ To know the time، ولا to create clocks، ولا to measure size، لا to find missing things يجيبوا الحاجات المفقودة، لا هم استخدموها عشان يعرفوا الوقت، يبقى to know the time. بعد كده 25 بيقول لك a lobster must be very hard، بيقول لك الالابستر ده أكيد صلب جدا، because لأنه it has lasted 4000، استمر لآلاف السنين من غير ما يتكسر، ده سوف لا ينكسر if dropped ما ينكسرش لو وقع، ما قالكش كده. الفراعنه بنوا السفن بيه، ولا ان هو سموز اند وايت، لا ده وصفه، لكن هو لكن هو اكيد صلب جدا لانه هو مستمر لالاف السنين. Which of the following ايه الجمل دي is true حقيقي. People using sun dial could know time when it is cloudy، الناس دول كانوا بيعرفوا الوقت لما الدنيا تكون فيها سحب، ما هم مش هيعرفوها لان ما فيش شمس. Egyptian were the last people to use water clocks، ده هم اول ناس يا باشا، ده احنا مصريين عيب عليك. اليونانيون انشاوا ووتر كلوك اور اور اسمها ايه ديت سيليبراسترا دي طبعا لا، لان المصريين اللي عملوها. السيليبراسترا ووز ا لارج بول ويز كارفنجز، هي دي الاجابه الصح، دي كانت عباره عن حجر عملاق فيه نحوت، يبقى رقم دي. الاندرلاند وورد كلمه فيدد يعني تضاءل او قل او اختفى، يعني بتساوي كلمه فينت. فول احمق او حماقه، فات سمين، وفيم اللي هي الشهره. القطعة التانية بيقول لك الراجل there are many theories، هناك العديد من النظريات about beginning of the beginning of drama، عن بداية الدراما. In ancient Greece، في اليونان القديم. The one most widely accepted، الرؤية الأكثر قبولا يعني أو تقبلا من الناس is based on the assumption اللي هو الافتراض that the drama evolved from ritual، ان الدراما دي تطورت من كوني ان يعني شعائريا يعني حاجه لها علاقه بالدين يعني شعائري. The argument for this view goes as follows، الحجه اللي بتعبر عن ذلك او بتؤكد ذلك كالتالي. In the beginning human beings viewed the natural forces of the world، بقول لك في البدايه في بدايه الخليقه يعني البشر viewed يعني كانوا عايشين وشايفين قدامهم القوى الطبيعيه في العالم. Even the seasonal changes، حتى التغيرات الموسمية as unpredictable، كأنها أشياء غير يعني لا يمكن التنبؤ بها. And they وهم اللي هم مين يا عم؟ اللي هم human beings sought through various means، وهم بدأوا يسعوا في وسائل مختلفة to control these unknown and feared powers، وعشان يعني عشان يتحكموا في هذه القوى الغريبة والغير معروفة. These measures الإجراءات دي which appear to bring the desired results، التغيرات المقاييس دي او المعايير دي التي ظهرت او بدا انها تجلب desired results النتائج المرغوبه، were then retained and repeated until they hardened بدات تتطور لحد ما تصلبت يعني into fixed ritual، حتى تتصلبت في
قيم أخلاقية ثابتة. Eventually في النهاية stories arose بدأت تنشأ القصص which explained or veiled the mysteries of the riches. يعني بدأت القصص تظهر، القصص دي بدأت تفسر هذه الشعائر. As time passed بمرور الوقت بعض القيم أو الشعائر were abandoned تم هجرها. But the stories later called myths بدأت القصص اللي بعد كده اللي هي اسمها الأساطير persisted and provided material for art and drama. الأساطير دي كانت بتمثل مادة يستخدموها في صناعة الأفلام والمسرحيات الدرامية يعني. Those who believe the drama evolved out of ritual also argue that. بيقول لك الناس اللي معتقدين بأن الدراما نشأت عن طريق الشعائر دي بيقولوا كمان إنها استمرت contained يعني احتوت بذور المسرح because music, drama, masks and costumes were almost always used. هي بذور الدراما لأن كان زمان بيستخدموا موسيقى ورقص وقناعات وملابس التمثيل كل ده بيستخدم. Furthermore أكتر من كده a suitable site had to be provided for performance. لازم يكون في موقع مناسب عشان يعملوا فيه العروض. And when the entire community didn't participate لما المجتمع لم يشارك a clear division was usually made between the acting area and the auditorium. ولا كان في انفصال بين المنطقة اللي فيها تمثيل والناس الجمهور. In addition, there were performers. كان في مؤديين. And since considerable importance was attached to avoiding mistakes in the instant enactment مش enactment in the enactment يعني of riches يعني في تطبيق هذه الشعائر. بقول لك ايه الجملة التانية كده بالإضافة إلى إن كان في مؤديين. And since considerable importance منذ بدأت الأهمية الملحوظة ترفق بالعمل ده ويتجنبوا ان هم يطبقوا او يتجنبوا الاخطاء في تطبيقهم لهذه الشعائر. Religious leaders القادة الدينيين assume that task كانوا بيفترضوا او بيقوم بهذه المهمة. Wearing masks and costumes كانوا الناس دول بيلبسوا القناع وبيلبسوا ملابس خاصة بالتمثيل. They often impersonated other people كانوا بيشخصوا الناس الاخرين يعني بيمثلوا ادوارهم والحيوانات او supernatural beings او المخلوقات اللي هي فوق الطبيعة. And mimed وبيعملوا إيماءات يعني تمثيل the desired effect التأثير المطلوب. Success in hunt or battle النجاح في الصيد أو المعركة. The coming rain المطر المقبل. The revival of the sun بقاء الشمس يعني as an actor might eventually بقول لك يعني بيمثلوا الحاجات دي كلها كده كما لو كانت الأشياء ديت ممثل معاهم يعني كان الشمس بيتكلم كأنها بني آدم. Eventually such dramatic representations التمثيل الدرامي ده were separated from religious activities كانت منفصل عن الأنشطة أو الشعائر الدينية. Another theory في نظرية تانية هو كده قال لك نظريتين. Another theory نظرية تانية traces the theater's origin from the human interest in storytelling بدأت تتتبع منذ رغبة الإنسان في إنه يحكي قصص. According to this view وفقا لهذه النظرية tales about قصص عن الحرب والصيد والأشياء الأخرى والأعياد يعني are gradually elaborated at first through the use of impersonification أو impersonation للتمثيل يعني action and dialogue يعني كانوا بيعملوها على شكل تمثيل للشخصيات وتمثيل الأحداث أو dialogue حوار بين الناريتور الشخص ده وحد تاني. And then through the assumption افتراض of each of the role by a different person. A closely related theory traces theater to those dances that are primarily arithmetical يعني الرقصات اللي كانت بتبقى على الواقع الموسيقي يعني and gymnastic واللي هي الرياضية or that are imitations تقليد للحيوانات وحركتها وأصواتها. قطعة ملهاش أي 60 لازمة بس مش مهم عادي ولا يهمك. What does the passage mainly discuss القطعة دي بتناقش ايه؟ Origins of theater جذور المسرح ولا importance of storytelling أهمية القصة لأ. The role of ritual in modern dance أهمية الفضاء الشعائر في الرقص الحديث لأ. The variety of early religious activities تنوعية الأنشطة الدينية قديما ما قالش كده خالص يبقى الإجابة كده أصبحت رقم إيه اللي هي أصول المسرح أو بداية. السؤال التاني بيقول لك كلمة زي بتشير إلى الهيومن بينج زي ما قلنا في الأول قال لك إن هم ما أعرفش كانوا إيه نسيت أنا بيقول لك هم كانوا بيسعوا إلى اللي هم البشر يعني. طيب اللي بعد كده رقم 30 What aspect of drama does the author discuss in the first paragraph في أول باراجراف إيه مظهر الدراما اللي الراجل ده كان بيتناقش عنه. أهمية الملابس دي في الدراما الحديثة ولا فصول اللي كانوا بيعملوا فيها دراما
ولا الاسباب ان الدراما اصبحت ان بريدكتابل يعني لا يمكن ان نتنبأ بها، ولا الكونكشن بتوين ميث اند دراماتيك بلوتس. دي كانت في اخر واحده فدي هنستبعدها. اهميه الملابس دي ما ذكرش الملابس اصلا غير في انه قال لك ان هم كانوا بيلبسوا ملابس. الفصول اللي كانوا بيمارسوا فيها دي ما قالهاش اصلا، يبقى كده رقم سي. بس تعال نبص، وقال لك البرجراف الاولاني اللي هو فين، اللي هو ده الراجل بيقول لك ايه بقى، ان كان في نظريات كتيره مختلفه تتعلق بامتى نشات المسارح والدراما، وكانوا بيفترضوا افتراضات كتيره ان هي كانت قائمه على الفضاء على الاشاعات الدينيه. الناس بعد كده يفكروا في اشكال مختلفه يعملوا بيها التمثيل ده. ويرز مش عارف ايه كده ستوريز اروز، او بدات تظهر القصص اللي بتشرح لنا المسرح ده بدا منين. طيب يبقى كده احنا اخترنا، احنا اخترنا رقم سي تمام. واحد تلاتين بيقول لك which of the following ايه من دول not mentioned، ما تذكرش as a common element كعنصر من عناصر المسرح of theater ritual اللي هو الشعائر المسرحية. يعني الماجيك السحر، هو قال في موسيقى وقال في دانس وقال في ملابس، يبقى كده ماجيك هي اللي بره. كلمة enactment is closed in meaning، قلنا بتساوي تطبيق، تطبيق يبقى ايه authorization authority اللي هو يعني وصلت للسلطة، يبقى معناها منح السلطة يعني. performance الأداء، season الفصل أو الموسم، establishment اللي هي تأسيس. تعال نرجع نجيبها كده تاني عشان نشوفها. جبتها. الراجل بيقول لك إيه avoiding mistakes in the A of riches في تطبيق الفضائل. من بين الاختيارات هنا تطبيق اللي هي مين بقى؟ تطبيق الأولى performance الأداء، تطبيق الفضائل الشعائر دي أو أداء الشعائر. السؤال بعد كده الراجل بيقول لك ايه من دول كوريكت صح؟ بيقول لك الدراما كيم ايزر فروم ريليجن اور، بيقول لك ان الدراما جاءت من الدين او من الشعائر، ما هم واحد على حاجه. دراما كيم ديفينتلي فروم يعني دراما جت من الشعائر الدينيه، لا ده هو قال حاجتين، اما انها من الشعائر الدينيه او من حب الناس للقصص. دراما كيم فروم ايزر ريتشز اور مانز انترست ان، دي رقم سي دي اللي صح. الدراما جاءت بالتاكيد certainly delivered from man's interest in storytelling لوحديها، لا هو كانت الفضائل وستوريتيلينج الاخيره حتى معناها مشتقه من، يبقى كده رقم سي اللي صح. زي ما هو قال لك ان في نظريتين، نظريه بتفسر ان هي جايه من الشعائر الدينيه، والنظريه الثانيه بتيجي من القصص. which of the following is the main ايه المين ايديا اوف ذا اخر يعني الفكره الاساسيه للقطعه الاخيره اللي هي ايه بقى اخر قطعه واي بيبول. تعال نبص على القطعه الاول نفتكر عشان القطعه دي انا مش بلاحق اساسا. بيقول لك النظريه الثانيه اللي بتفسر ان هم كانوا بيعتمدوا على القصه، ماشي تعال نشوف. واي بيبول لاف دانسينج، ليه الناس بيحبوا الرقص؟ لا ما قالكش ان هم كانوا راقصين. ذا اونلي بوسيبل سورس اوف دراما، المصدر الوحيد للدراما، قال لك لا ده هي لها مصدرين الفيرتشوز والستوري تيلينج. بيبول از لاف فور تيلينج تيلز، حب الناس ما حكالكش عن حب الناس للدراما، هو قال لك ان مصدر اخر محتمل للدراما هو الستوري تيلينج، يبقى رقم دي. بوت ا سوتابل تايتل، ادينا عنوان للقطعه. وير ريتشوز، من اين تاتي الفضائل؟ أهمية الممثلين، هاو دراما بيجان، دي اللي صح. كيف بدأت الدراما؟ قال لك نظريتين لذلك. ندخل بعد كده يا باشا على الترجمة. الترجمة دي ألطف واحدة فيهم شفتها في الترجمة كلها. الراجل بيقول لك هنا إيه؟ من أجل البقاء، اللي هو بيقول لك تمثل عملية صنع الغذاء والطاقة للنباتات من أجل البقاء. هنا في الجملة قال لك برضو energy for plants to survive، البقاء. هنا في الجملة قال لك من أجل المصارعة. ودي برضو قال لك واحدة تانية كان من أجل المصارعة. يبقى اللي فيها المصارعة دي باظت طلعت بره، نطلع دي بره كده عشان هي بتصارع من أجل البقاء. طيب بيقول لك حياة الحياة تحتاج الغذاء والطاقة لمصارعة الحياة، مفيش حاجة اسمها مصارعة الحياة. وقال لك إيه؟ تو سرفايف، لتعيش. في التانية والطاقة لمصارعة الحياة، برضه قال لك دي غلط. يبقى الإجابة كده رقم جيم، لبناء البقاء على قيد الحياة تسمى عملية صنع الغذاء والطاقة من أجل البقاء عملية التمثيل الضوئي، سواء تمثيل ضوئي أو بناء ضوئي، هما الاثنين واحد بالعربي. طيب الجملة الأخيرة يا باشا رقم 37، الإجابة بتاعتها كالتالي. أول واحدة دي خطأ في كلمة guarding، اللي هي guarding يعني حماية أو حراسة. حلو، هو في القطعة بيقول لك إيه المعلومات فيما يتعلق، ما يتعلق اللي اسمها regarding، يبقى regarding دي كده باظت. الجملة دي برضو كان فيها guarding اللي هي guarding كده باظت. طيب الصح اللي فيها كلمة regarding، بس احنا قبل ما نقول مين الصح بقى بي ولا دي، لأن أنا نسيت، هنبص على الاثنين. بقول لك ذا سكس سنسور، لا باظت من اولها كده، هي المفروض الحاسه السادسه يبقى سكس سنس، يبقى دي كده باظت، ودي باظت عشان جاردنج، ودي باظت عشان جاردنج، يبقى الاجابه الصح اصبحت رقم بي اللي هي دي الحاسه السادسه. وهنا قال لك ريجاردنج ا سبجكت، يعني فيما يتعلق بموضوع ما. اخر حاجه بقى القطعه القصه بقول لك هاو هاد مس هافيشام
actions affect other characters in the novel. ازاي افعال المس هافيشام اثرت على الشخصيات الاخرى في القصه. رقم واحد هنقول she destroyed she destroyed بيب، يعني هي دمرت بيب. رقم اتنين she made استلا with no heart، جعلت استلا من غير قلب، ده موضوع رقم خلصان. ممكن رقم ثلاثة she took استلا away from her parents، تخيل استلا بعيد عن ابوها وامها. who might Orlik want to take revenge on، مين اللي بارلي أورليك ممكن ينتقم منه؟ بيب. why because بيب spoiled many things on him، يعني لان بيب افسد الكثير من الاشياء عليه. طبعا هنا الـ National Unity الوحدة القومية دي مش بعيد انها تيجي في الامتحان. خلصنا كده الوحدة 11 ان شاء الله غدا، لان انا فصلت كده، هنبدأ في الوحدة 12 ونخلصها ان شاء الله بكرة بالكتير بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.